هلا فيكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة. اليوم نتعرف على أحدث تقنيات التصوير الحديثة مع مصور مبدع بأعماله وأفكاره وفنان فوتوغرافي عشقت أنامله مداعبة الكاميرا ليلتقط أجمل الصور وأروعها. خليني أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد السلام التويجري، مصور فوتوغرافي. مساء الخير. أهلا، مساء النور. يعطيك العافية. أستاذ عبد السلام، خليني أبدأ معك وتعرف المشاهدين يعني بطاقة تعريف بسيطة عن نفسك. تفضل. الاسم عبد السلام عبد العزيز التويجري، مواليد مدينة الرياض. بدأت التصوير مراحل متقدمة من الصغر، موظف حكومي الآن. التصوير كان عبارة عن هواية. اشتغلت في مجال التصوير كمصدر رزق فترة يعني محددة وما طورت فيها، لكن التصوير ظل يعني مستمر معي. طيب أستاذ عبد السلام، متى بدأت علاقتك مع الكاميرا بالذات أنها كانت هواية؟ كيف اكتشفت أني أنا أحب هذا الشيء؟ اكتشفت هذا الشيء من حب مطالعة الصور من الصغر. يعني كنت أطالع الصور، أسأل عن تفاصيلها بعض الأحيان. يجذبني المصور لما كنت صغير، تجذبني الكاميرا كوسيلة. حاولت أتعلم، أخطيت كثير، صححت، تركتها فترة. ما كان في إمكانيات، يعني الكاميرات قديما كانت فيلمية ومسألة التحميض. يعني مين راح يوديك ويحمض لك على صور تافهة، تقريبا صور طفل. يعني مع بداية الوقت وظهور كاميرا ديجيتال تحسن الموضوع وصار في إمكانية أني أواصل في الموضوع أكثر. طب بعض المرات عارف حلو أنه يكون فيه مثابرة، يعني أنت حكيت لي قصة كان فيها بداية شوية من الإحباط. بالضبط. يعني ما شاء الله الإحباط هذا كله ولد فيك أحس روح التحدي. بالذات إحنا كنا نحكي قبل الهواء أنك أنت اللي علمت نفسك بنفسك، يعني وحتى يعني ما أخذت حتى دورات متخصصة وأعطيت كمان دورات. تحكي لي كيف ممكن هذا الشيء يعني صار بتحدي بينك وبين حالك فيه؟ طبعا في البدايه يعني كانت قله الهوايات موجوده عند مجتمعنا، يعني لحد ما مجتمع يعني كاد يكون عملي لحد ما. الكاميرا كانت متنفس وكان في مجال متسع وقت هائل يعني. وكان الحمد لله يعني من رحمه ربي انه اتجهت الهوايه ما اتجهت الاشياء الثانيه. تنتظر يعني بطفل او مراهق او شيء زي كذا، كان في مجال اني اخطئ واصحح اعلم نفسي. مع ظهور طفره الانترنت كان في شروح موجودة موثقة بالصور، تجارب كان لها دور كبير. ونفس الشيء أنا يعني كان في التحدي موجود جدا. يعني أستاذ عبد السلام، هذا يدل على أنك فنان حقيقي. المثابرة اللي موجودة، روح المثابرة، بدليل يعني عارف أنا يوم الحين نشوف اللوحات، وأكيد السادة المشاهدين حتبان عندهم اللوحات، أنا صراحة ما أحسها لقطة مصورة قد ما أحس أنه فيها حياة، كأن فيها دقة وفيها يعني زوايا معينة، كأنها فيها فن، فيها رسم. ما أنت تكلمني كيف يعني، هل هي ملكة من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني زي الصورة هذه اللي ظاهرة معنا، أتوقع أنه نسر طاير واللي هذه حتى كل لوحاتك من البيئة، وليدة البيئة. هي تعتمد هي على بعض الأحيان على فكرة الصورة. إذا أنت مثلا تتولد فكرة في داخلك ومثلا تسعى لصناعتها. أنا عجبتني فكرة، بس شوف أنا في صورة لفتت نظري إن النسر اللي طاير، كيف قدرت إنك تلتقطها يعني بهذا يعني طاير كذا في السماء ومحلق؟ هذا صقر أول شيء طاير في التلويح والملواح يسمونه، اللي هو تدريب الصقر عشان ياخذ يعني بحيث إنه ما يكون مستمر يعني جالس فترة راحة وتضعف بعض قوى يعني. وهذه كمان الصورة الثانية يمكن اللي قبلها لو نشوفها، حقة الحصان اللي كانت بالأسود والأبيض، هذه لها قصة هذه اللوحة؟ لا، هذه صورة عادية، مجرد التقاط المشهد معين. طبعا هذا كان هذا فرس كان لسه فاكن عن الرسن يعني، وكان في حالة ثورة، وكان عامل يعني هالة من الغبار بالخلف وكذا. هذه صورة الطير كان جارح لسه صايد يعني، حتى واضح الدم يعني. الدم هذا كله تعتمد على العدسات والزاويه. انا حتى لاحظت انه فيها حياه الصور، صح؟ ملاحظتي صحيحه ولا لا؟ لا، انا دائما احرص على ان الصوره يكون فيها عنصر، يكون فيها عنصر يحرك المشاعر. ايوه، والالوان كمان. الالوان لها دور اكيد. عارف استاذ عبد السلام، يعني لما الحين في حواري معك انك تحرص انه زاويه معينه، عنصر يحرك المشاعر، معناته انت ابعاد الصوره عندك
أكثر من أنها أبعاد مصور، لا تبغى تشوفها في عين الإنسان اللي حيشوف صورك، صحيح؟ نعم، أنا أحرص على المتلقي، إذا كان المتلقي دائما حساس هو اللي يسعدني صراحة ويعطيني انطباع أنه واصل، أنت قدمت شيء كبير. الصورة إذا كانت مجرد ألوان أو مجرد أشكال أو خطوط طول بعرض، هذه تتحول إلى صورة دائما يسمونها صورة تجريد، يعني تعتمد على شكل معين لكن ما تقدم رسالة. أنا أحرص دائما على وضع عنصر يحرك المشاعر، يحرك كأنه في قصة داخل كادر يعني معين. هذا يدفعني أن أسألك سؤال، مدام دقتك في الصورة والرسالة اللي توصلها من كل صورة، إيش أفضل صورة لك تحسها قريبة لك؟ يعني الصور زي الأولاد، في بعض المرات تفضل واحدة أكثر من الثانية. في صورة ما أدري إذا موجودة معكم، الخيل أنا سميتها تراجع أو ريتريت، كان لسه فاكن على نفسه، هو نفس الفرس اللي شفناه قبل شوي. أيوة. لكن من زاوية أخرى، كان لحظة الانطلاق. كان يعني داخل المضمار عامل حالة من الفرح غير طبيعية برجوله، يعني كان يركض يمين يسار بين الحرية قصد. وفجأة تفاجأ بوجودي أمامه يعني أنا مصور، فضرب الأرض وتراجع وحمل هالة كبيرة من الغبار. طبعا اللي دعم الصورة هي الإعدادات، أنا حرصت أني أخذ إعدادات إضاءة الأرض اللي فيها شمس، وعدت أمد جسم الخيل أكثر. فأعطانا يعني تباين أو يسمونه كونتراست، يعني تباين لوني هائل يعني. ويتهيألي كمان سرعة البديهة عند الفنان أو المصور في التقاطها في الوقت المناسب، صح؟ هي تدعم أكيد، ضروري جدا. طيب الوسائل الحديثة الحين أبى أتكلم معك فيها على جانبين، هل هي فادت المصور الفوتوغرافي أو ضرته؟ خلينا نكون صريح يعني هي ما فادتها كثير، لكن خلينا أقول فادت التصوير الفوتوغرافي. المصور ما فادته كثير، المصور يتعب ويشتري معدات يعني غالية جدا ويقطع مسافات كثيرة ويتحين الفرص اللي ممكن ما تحصل بأي مكان، بينما الوسائل الحديثة الآن يعني كيكة ولا عشاء ولا شيء يصور وخلاص يعني بشكل جميل وتطلع الصورة جميلة. طب تفتكر هذا ضرته إذا كان عنده زي النابغة في التصوير، تفتكر هذه الأشياء ممكن تكون بعض المرات تضر؟ لا ما تضر كثير، لأنها هي تكون تقريبا صور بدائية. أنا أقصد الصور اللي تيجي مثلا على الإنستغرام ولا الصور اللي بالوسائل التواصل الاجتماعي، دي تكاد تكون صور بدائية، لكن الصورة اللي فيها شغل وفيها تعب وفيها يعني إعدادات وإمكانيات مثل التولز الأدوات أكيد تفرق كثير. تفرق كثير مهما عرضت، حتى لو عرضت هذه بنفس المكان وهذه بنفس المكان راح يبان الفرق كبير. طيب من اللي يعجبك من المصورين العالميين؟ والله يمكن كأسماء الصور تتفاوت، يعني الصور زي مثلا زي اللاعبين، يوم مباراة كويسة يوم مباراة مو كويسة، يعني بعد الصور تتفاوت، لكن المصورين يتفاوتون مستوياتهم لأنها تعتمد على فرص. إذا حصل فرصة جميلة طلع بصورة عظيمة يعني، بعضهم يحصل فرصة بعد يستمر فترة. يعني الفرصة من أي ناحية؟ مثلا زي ستيف ماكروي، هذا اللي صور البنت الأفغانية اللي اسمها شربات، بعد 18 سنة عيونها كانت جميلة، هذه عيونها خضراء. بعد 18 سنة صورها بشكل ثاني بعد ما كبرت، بعد ما كبرت صورها بشكل ثاني. هذا مصور عظيم يعني، لأنه يعني مبدع بشكل كبير. في مصور اسمه جيمي نيلسون، هذا مصور يهتم بالقبائل الأفريقية، قبائل التبت، قبائل اللي هم الآملش، اللي هم ويشتغل معهم شغل كثير، رغم أنه يواجه صعوبات ويكتب قصص اللي يتعرض لها، لكن جدا جميلة. طب لو نجي إحنا على الصور اللي موجودة عندنا هنا، يعني زي هذه الصورة اللي جنبك، يعني بصراحة يعني لما أشوفها أنا أحس إنه الجمل حيطلع لي صراحة، من جد أنا من أول اللقاء جالسة أتأمل فيها. هذه كنت مستخدم فيها عدسة وايد أنقل، عدسة واسعة، زاوية واسعة، وبرضو كنت أنا بوضع يعني نازل أقل من المستوى يعني الجلوس، والطريق فاضي الحمد لله، يعني الطريق فاضي الحمد لله، السلام الأمام والخلفي الحمد لله، ونفس الشيء كان سطوع الشمس على جسم الجمل، والخلفية اللي ظاهرة معنا اللي هو الغيوم عاملة يعني خلفية جميلة يعني. أنت عندك صورة فازت بجائزة عالمية، كيف كانت هذه المسابقة وين كانت؟ هذه كانت جمعية بيتر فوتو، جمعية أمريكية، ويعملون بشكل شهري مسابقة فيها جراند برايز، ويعطون من ضمن الجوائز يعني أحيانا يعطون مواقع موقع مجاني ويدعمونك يعني في الجرائد هناك عندهم والمجلات المختصة.
شاركت فيه عام 2000 تقريبا 6 وفزت بالمركز الاول على 20600 مصور على مستوى العالم. كذا ايش كانت الصوره للفايزه عبارة؟ كانت صوره للخيل اسمها عليا اظن موجوده. موجوده يمكن هناك يمكن شوي الحين تطلع معنا اول صوره فوق هي الخيل. ها اي صوره الخيل. ففعلا شيء مره جميل على مستوى العالم كمان. بس ايش اللي شدهم في هذه الصوره عشان تفوز في المركز الاول؟ هي الزاويه. الزاويه ونفس الفرس جميل. الفرس كان ضمن مسابقه جمال الخيل العربي يعني. لا اللي فوق اللي فوق يمكن حتى. طيب هل اقمت معارض خاصه فيك؟ اقمت معرضين. معرض شخصي في مكتبه الملك فهد الوطنيه. واقمت معرض في يعني بشكل مشترك مع مجموعه من الاصدقاء. كان برا السعوديه يعني. وكان في يعني حضور. كنا جمعيه قديمه يعني شاركنا فيها اسمها عدسات عربيه وكذا. هي الصوره اللي فايزه بالمركز الاول هي هذه. ايه عشان الزاويه كان الاول وفي الاخير الزاويه ونفس الخيل جميل. وبرضه نظافه الصوره الخلفيه ما فيها اي تشتت عن عين المتلقي. لما يشوف الصوره ما في شيء يشده بالخلف. على طول يركز على طول في وجه الخيل يعني ما في شيء ثاني. طيب ما هو طموحك؟ واكيد كل مصور هو فنان واكيد حيكون له رساله يود انه يوصلها للناس. ولا الطموح موجود بس التقنية قاعد تسبقنا يعني تسبق طموحنا الآن يعني ما احنا قاعدين نلحق كل شيء. لكن الرسالة أتمنى أنه يعني إذا أراد الواحد يكون مصور أو فنان يحرص دائما أنه يبحث عن متلقي فنان. في ناس تمر على الصورة والله جميلة وبس انتهى هذا الموضوع. لكن في ناس لا تجلس على الصورة وتسألك. أنا في كان أذكر يعني لما كان في كنت أعرض صوري بشكل كامل يعني ذيك الأيام كان في ناس ترجع وتسألني عن التفاصيل التفاصيل يعني. وهذا أعرف هذا اللي يسعدني رغم أنه يتعبني أحيانا. لكن يسعدني. في ناس تعرفت عليهم قالوا يعني أي مكان تبغى تسافر له ممكن نسافر معك بس عشان نتعلم يعني. وفعلا في ناس سافروا إلى الصين يعني عشان يتعلمون في الموضوع هذا. طيب يعني هو الحلو فيه انك انت رسالتك بتنمي حس الابداع والفن الجميل للشخص المتلقي. طبعا هذه الرسالة اكيد مو سهلة وتحمل معاني مرة كثيرة. ودائما انا احب دائما اقول الصور دائما تخلد الذكريات. بالضبط. الصورة مش تخلد الذكريات. الصورة سلطة احيانا. كيف سلطة ممكن تكون؟ سلطة يعني في احد المنظرين قال انه عصا الساحر يكمن في داخل الكاميرا. الصورة ممكن يعني صورة زي صورة الطفل السوري هذه حركت شعوب هزت العالم بشكل كامل. كانت رسالة كمان يعني. نعم حركت وغيرت مفاهيم كثير. سواء كنت مع جانب يعني ضد أو جانب لا مع الحقيقة ثابتة. الصورة تنقل الحقيقة ثابتة. ودائما يقول لك الصورة تغني عن ألف كلمة. بالضبط. ألف كلمة وألف مقالة الآن. نعم يعطيك ألف عافية. المصور الفوتوغرافي عبد السلام التويجري يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بكرة أكيد حلقة جديدة من برنامج سيدتي ومواضيع متنوعة. أشوفكم على خير وتتمسون على خير.